اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بلبنان يلي بضم 4 غرف، أكيد غرفة بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا. همنا الأساسي تسويق لبنان بالخارج وفتح أسواق جديدة. مؤمنين بالمؤسسات اللبنانية ومؤمنين بالنجاح اللبناني، لأنه نحن منؤمن لو ما في قطاع خاص لبناني قوي ما كان في لبنان. إن الأولوية اليوم يجب أن تكون لمصالح الناس. إن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة حرجة تتطلب من المسؤولين الارتقاء إلى مستوى التحدي ومن الرأي العام الوعي الكامل للواقع الحالي. C'est un privilège insigne pour la Chambre du commerce, d'industrie et d'agriculture de Beyrouth et de Mont-Liban. وهذا تكريما للبنان واعترافا بجدارة رجل الأعمال اللبناني. اللبناني سيستمر والإبداع اللبناني سيستمر والقطاع الخاص اللبناني يلي يؤمن بلبنان سيستمر وسيبقى.